أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه بإحسان يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف مشيت اليوم؟ الحمد لله. ايش اخباركم؟ الحمد اليوم لله. الحمد لله دائما وابدا. اليوم ان شاء الله حنكمل مع بعض ما بدأنا المحاضره الماضيه في موضوع التحفيز او الحوافز. مالك يا مروه؟ طالبه مروه في حاجه؟ او انتوا بتجاوبوا؟ انا ما سالتش على فكره. ذكرت كان في المحاضره الماضيه سؤال، ما الفرق بين الدافعيه والتحفيز؟ الاجابه صحيحه يا مروه، الاجابه صحيحه. ما شاء الله، ايش الحماسه هذه؟ تفضلي يا روان. بدي افرق بيناتهم يعني احكيهم. تمام. التحفيز هو يطلق على تحريك للإمام، سواء كان قول أو فعل أو إشارة بتدفع الإنسان إلى السلوك الأفضل، وبكون في التحفيز بنمي الدافعية وبقود إليها، إلا أن التحفيز بيأتي من الخارج بزوجة الدافعية من الداخل للتقية في المعنى. أما الدافعية بتكون مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية بتعمل على تحريك الفرد من أجل الوصول إلى حالة التوازن ويحقق أهدافه وترضي حاجاته ورغباته الداخلية، وتكون هي مهمة إلها معنوية أو مادية. أوكي تمام، سجلت أسمعكم. الآن في سؤال يا أخوات، ورد ترتيب حاجات الإنسان الفسيولوجية في القرآن الكريم قبل كتابات ماسلو، أذكر الآيات. طبعا هاي الحاجات الفسيولوجية اللي احنا شرحناها، اللي هي الأكل والشرب، المطعم والمأكل والملبس والأمان. تفضل نسمع. شوف قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ممتاز، مين بيجاوب؟ تمام. بعد روان. وفي كمان واحدة يا دكتورة. أيوة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ممتاز، شكرا يا أنتي. مين جاوب الإجابة الثانية؟ باسم الحايك. سجلتين. الذي أطعمهم من جوع ومنهم الخوف. الصورة الثانية. نسيت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين. هذه اللي عندها طفل، هذه اللي هي الآيات اللي بتدل على إنه قبل ماسلو القرآن الكريم بيتحدث عن حاجات الإنسان اللي غير قابلة للنقاش، أو غير قابلة إنه الإنسان يقول بديش آكل أو بديش أشرب، لأنه مفقد حياته، اللي هي المأكل والملبس والأمن. كان السؤال الثاني: ما الفرق بين التحفيز والدافعية؟ أوكي، من أنا عجبتكم يا أخوات؟ التحفيز يأتي من مؤثر خارجي، من يجيب على السؤال له درجات، هذا اسمه إيش؟ تحفيز. الدافعية motivation، الدافعية تأتي من مؤثر داخلي، أنا سأجيب على السؤال للحصول على درجات. إذا الفرق بينها، الأولى حدا قال اللي بيجاوب على السؤال له درجات، الثانية أنا لحالي قلت أنا حأجيب على السؤال لحتى إيش؟ آخذ درجات. الدافعية motivation، التحفيز incentive. بعض الناس بلخبط بينهم بس هما في فرق. سؤال، أذكري أمثلة، أذكري أمثلة على الحاجات التي حددها ماسلو. ماشي، أول واحد
سلايد 10. نفتح مع بعض. شوف مع بعض سلايد 10. هاي هنا. حاجات فسيولوجية أحمر، حاجات الأمان أصفر، حاجات اجتماعية أخضر، تقدير الذات تحقيق الذات. حكينا الاثنين هدول الأحمر والأصفر ما فيش عليهم خلاف، لكن الثلاثة هدول حسب الفروقات إيش الفردية. سؤالنا كان بيقول اذكري أمثلة عليهم، نمسكهم بالدور. واحد، مين يعطينا مثال على الحاجات إيش سماها هو الفسيولوجية؟ من غير روان يا أخوات؟ اللي هي الحاجات الجسدية على فكرة. أسمهان تفضلي، أسمهان سكيك. اللي هي زي حاجات الإنسان، الطعام والشراب والنوم. بس إحنا نحطها في شكل أفضل عشان ما تنسوهاش. خريطة دهنية. نعملها هنا بس ننزل تحت. أوكي. لأن السؤال تبعنا قيمت على الحاجات الحاجات اللي حددها موسى. نشوف مع بعض. ماسلو، أبراهام ماسلو، حكينا عن المحاضرة الماضية. واحد، الحاجات الفسيولوجية مثل ما حكت أسمهان. المأكل والمشرب والنوم والتنفس اللي هو الهواء، ماشي. يعمل الإنسان للحصول عليها، يعمل الإنسان الحصول إيش عليها؟ الطعام والشراب وشغلات هذي. اثنين، حاجات الأمان. حاجات الأمان، ما هي حاجات الأمان؟ ماشي تفضلي يا روان. بتكون زي حاجات البيئة، حاجات اقتصادية وحاجات طبيعية. بيئية بتكون زي تلوث، الحرب، الحرائق، المس كهرباء. اقتصادية بتكون زي الفقر والجوع، ممكن تؤدي إلى الموت. الطبيعية زي الزلزال والبركان والأنهار وهيك أشياء. ممتاز. والأعصاب. اللي عندها طفل، حاجات الأمان حماية الإنسان نفسه من الخطر. واحد ماشي في الشارع الله يكرمك وهاجم عليه كلب، بيهرب ولا بيستناه بس ياكله ولا يعضه، أو شاف أسد بيلتمس. إذا الإنسان بيحمي نفسه من إيش؟ من الخطر. في مكان صار فيه حرب الإنسان بترك وبروح. ليش؟ لأنه هو لو تعرض حتى الخطر بيفقد كل إيش حاجة. عندنا الأخطار، الخطر البيئي زي الزلازل. الزلازل خطر إيش؟ بيئي. طبعا الخطر البيئي جاي من الطبيعة. من الطبيعة، الزلازل، بركان، فيضان البحر، جفاف النهر، هذه كلها أخطار لو الإنسان ضل قاعد فيها إيش ماله ممكن يتعرض للموت. الخطر الثاني اللي هو الخطر الاقتصادي، الجوع والفقر. فالإنسان بيشتغل لحتى يغني نفسه من هذه الشغلات، ماشي. في عندنا كمان أخطار كهجوم حيوانات مفترسة أو الحرب. واضح كل هذه إيش أخطار. إذا أول حاجة عندنا الحاجات الفسيولوجية، بعدين عندنا حاجات الأمن زي ما أنت شايفة، وأخذنا عليها إيش أمثلة. هنسقها بس نخلصها إن شاء الله. هذول الاثنين يا أخوات فيش إمكانية تقولي أنا لو كانت الحرب أنا حاضل قاعدة تحت القصف ما عنديش مشكلة. لا طبعا، هذه بالفطرة. يعني لو عندك طفل صغير لسه صغير يعني عمره 3 شهور وانت حاملة وعملتي نفسك بالديوك عم تلاقيه بيمسك فيكي، هذه بالفطرة. الطفل لما يجوع بعيط، لما يعطش بعيط، لما يحمى بعيط، لما ينعس بعيط. هو ما فيش يدافع عن حقوقه إلا إيش؟ إلا البكاء.
على ذكر الأطفال إجت بنت أخويا تسلم عليك، أكيد تفكرينها. تعالي عمتو، واحد اثنين ثلاثة، أوبا يا صلاة النبي. كبرنا ومش قادرة تحملنا عمتو. يلا احكي للبنات باي، احكي لهم باي، احكوا لها باي يا أخوات. حلوة طلع حيوة عمتو، هاي شعرها حاطة بكل صفر، أكيد ما حدش فيكم حاط بكل صفر، وهاي نظارتها لونها بينك، ولابسة ترينج بلوزة صفر، هاي حلوة. خلاص حمد أشرح لون باي، خلاص يعني تروحي تروحي. آه هي كانت في ال معها واجب، هذا الواجب اسمها سما. شوف ايش واجب سما. ايش كاتبين لك سر؟ فيل وهدهد وماعز وبسة، مالهم هذول؟ أسد وحصان تفاحة موز. طيب مبروك، خلوها متقرا. روح يلا باي شطورة. يلا سكر الباب وراكي، سكر الباب وراكي. طبعا هي بدها نان، لحظة شوي خلي مديل تاخدها. ايش السؤال كان عن اذا كنا نحكي كيف الطفل بيحمي نفسه بالفطره من ايش صغير. الان الحاجتين هذول ما فيش عليهم خلاف، لكن بعد كده الحاجه الثالثه والرابعه والخامسه اللي اعلى قمه الهرم، هذه حسب فروقات فرديه عندنا حسب ماسلو الحاجات الاجتماعيه. فالسؤال ما هي الحاجات الاجتماعيه؟ حاجات الاجتماعيه اعطيها ليدا في الخزانه. ليدا باسمه، ما هي الحاجات الاجتماعيه؟ هي أن يكون الإنسان ضمن جماعة، أن يكون له أسرة وأصدقاء. أن يكون الإنسان ضمن جماعة له أسرة وأصدقاء وزملاء، ماشي. بيسألوا عنه، واضح؟ أي العلاقات مع الآخرين، ما يحسش بالوعدة، عفوا ما يحسش بالوحدة، ما يحسش إيش بالوحدة. أربعة، الحاجات رقم أربعة الأعلى الهرم تقدير الذات، تقدير الذات. ما المقصود بحاجات تقدير الذات؟ ماذا يعني تقدير الذات؟ تقدير الذات من حد يجاوب؟ تقدير الذات يكون من المجتمع، يعني احترام الآخرين، الاحترام والثقة، الشعور بالثقة بالنفس، والشعور بالثقة بالنفس، واثق بالنفس يعني أنه إنسان محترم وبإمكانياته. آخر واحدة رقم خمسة، تحقيق الذات. الشعور بالإنجاز، له تحقيق الإنجاز، مكان المجتمع، المجتمع بالإنجاز يعني ينجح، يحقق حاجة، يعني يحقق حاجة إيش في حياته، يحقق أشياء في حياته. لأن واضح إنه في فرق بينه. طبعا هنا يا أخوات مع الحاجات الاجتماعية، بس لحظة أشوف ماسلو وين حطها. هنا مع تقدير الذات بجينا والحب، تحقيق الذات والحب. عندنا من احتياجات الإنسان هي الحب يا جماعة. خلونا نرتبهم، بس وأنا برتب فيهم بدنا نوجه سؤال لباسمة، سؤال موجه لباسمة. نعم. عندك يا أنت حاجتين فيش إمكانية تفكري فيهم، يعني بخضعوش لشخصيتك، مين هم؟ الفسيولوجية واحتياجات الأمام. صحيح. طيب الآن 3 4 5 حسب شخصية باسمة وفهمها للحياة، كيف بترتبهم؟ هل بهمك الناس تحبك ولا تحترمك أكثر، ولا بتميلي لأنه ما يكونش لك أصدقاء؟ كيف ترتيب حسب شخصيتك وليس حسب الكتابات تبعت العلماء؟ بحب تكون لي احتياجات الاجتماعية بالأول، هم الأصدقاء لك أصدقاء يعني لك شلة، بعدين يكون في لي تقدير الذات وتحقيق الذات بعديها. تبحثي عن التقدير بعدين التحقيق، تحقيق وليس أبصريش. شكرا يا باسمة. روان سكيك، روان سكيك، شلون موجه إليك؟
أول حاجة عندي تحقيق الذات والحب، بعدين الحاجات الاجتماعية، بعدين تقدير الذات والحب. طبعا هنا يا أخوات مقصود بالحب إنه يحب الله، يحب الرسول، يحب أسرته، أسرته تحبه، يحب صحباته، صحباته يحبوه، زي هيك يعني. مين حاب يشارك كمان يحكي لنا هو كيف مرتب نفسه؟ أنا يمس. مين معانا؟ أحلام. تفضلي يا أحلام. بالنسبة للحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان بالأول، بعدين بيجي تحقيق هدول حب الذات. حب الذات، لأنه الشخص إذا ما حبش ذاته مش الناس مش هتحبه تقديرا. لأنه الشخص لو ما حققش ذاته بالنهاية مش هيحب نفسه، فمش هيحبه المجتمع. وبعدين تقدير الذات، بعدين الحاجات الاجتماعية بتيجي آخر إشي. إليك أصدقاء يا أنت؟ إلي. ممتاز، شكرا لك، شكرا يا جماعة المشاركات. لا سؤال، اختار الإجابة الصحيحة، اختاري الإجابة الصحيحة. 1، تعتبر من أهم الحاجات إذا فقدها الإنسان يموت. ثم بعد نجيب الخيارات، تقدير الذات، ب تحقيق الذات، ج الخطط، د كل ما سبق ليس صح. ما شاء الله ما خلصت السؤال. كل ما سبق ليس صح. كل ما سبق ليس صحيح. كل ما سبق ليس صحيح. عشان خاطركم يا جماعة، على فكرة انتم مقدمين كويس في الكويز التنظيم رغم اني غيرت في الأسئلة، بس شكلكم يا مركزين يا مغششين بعض، ان شاء الله تكونوا مركزين بس فاهمين يعني. 2، نكتب كمان سؤال ماشي. إذا تعرض الإنسان لهجوم مخلوق خطير، يعني ديب، أسد، كلب، زي هيك، يعمل على إشباع حاجاته الفسيولوجية اللي هو الإنسان، ب يعمل على إشباع لحظة يا أنت بس أخلص السؤال، ج يعني الإنسان في اللحظة دي بده يتصرف، طب هو ليش بده يتصرف؟ يعمل على إشباع تحقيق ذاته، دال يعمل على تحقيق الأمن لنفسه. بس خليني أضبطها. تحقيق الأمن لنفسه. أمل علي. دال. ميرال. ميرال عكاش. يعمل على تحقيق الأمن لنفسه. يعني مش وقت إشباع ولا وقت أكل، واحد هاشم عليه أسد يقعد يأكل حضرته، لا هو الأسد حياكله إن شاء الله. أوكي؟ واضح ولا نعيد؟ سهل ولا صعب يا جماعة؟ سهل ولا صعب؟ أوكي، سلايد 11. 3 في النظريات نظرية ذات العاملين، مش عاملين. أنتي لو سمحت خليني أشرحها. مين معنا؟ حليمة أبو حصيرة. حليمة أبو حصيرة. حليمة؟ أبو حصيرة. تفضلي يا حليمة، بس قبل ما تشرحي أنا بدي أحكي موقف. لما كنت مسافرة أيام الدكتوراه كنت رايحة أزور أقاربي، ماشية في أمان الله. لهم بعيد عنكم طلع لي 3 كلاب، 3 كلاب شقر. سابوا كل الناس وبيجروا ورايا. واضح؟ ففي مجموعة رجال قاعدة. طبعاً أنا أصلاً بخاف من الكلاب يعني، من غير ما يهجموا ولا يرجوا ورايا. بعرف شو ما يمها ليش شركوا الأمة كلها ولحقوني أنا. في زلام قاعدين، رحت أنا فطيت في نصهم.
فهم انتبهوا فحرام ساعدوني، قاموا اثنين نشوا الكلاب وواحد وصلني على المكان ودخلني جوا وسكر الباب. بس يومها يعني لو حطيت ايدك على قلبي خلاص حموت من شدة الرعب. طبعا كلاب مفترس، كلاب مسعورة. مرة تانية هناك عندهم الكلاب في الشوارع زي الناس بصراحة يعني كتيرة. أنا فاتحة باب البيت بدي أعبط، دخل الكلب قبلي للأمانة الله يكرمكم، فخليته وقفلت الباب وضليت أنا في الشارع. فشعور الإنسان بالخوف والرعب من الخطر هذا بخليه يتصرف بشكل إيش، يعمل أي حاجة المهم ينقذ نفسه. ليش يا أنت أي دولة بدك تروحي تعمل مغامرات مع كلابهم ولا إيش؟ ماشي، هذه مواقف بس بإيش؟ بالهذا. زي أنا الآن القط الأسود، قط يعني شديد السواد، بيحكوا لنا كبار السن يمكن بسم الله الرحمن الرحيم يكون جني. ففي أطفال عندنا سمعوا القصة، فعندنا إحنا قط أسود في البيارة، كل ما يشوفوه بروحوا بيسألوا أنت جني؟ لغاية الآن ما ردش عليهم. مش عارف هو يعني هو مكبر عقله مش راضي يرد، ولا هو اصلا مش جن ولا عفريت ولا يحزن، الله اعلم. ماشي، مين عنده موقف؟ مش كل المغامرات مغامرات، انت في مغامرات من شدة الخوف ممكن واحد يموت. انا احكي لكم، مره كنت طالعه في ولاد رموا علي بالسه. مين معانا؟ صبحيه ميرال تفضلي. يومها رمى علي بسة، فخوفت كان في ناس كثير في الشارع صاروا يضحكوا علي. ماشي، أنا وأنا في الشارع اتصور إني بخاف من الحصان لما يكون بجر عربة، اللي هو لما تاخده دروس سواقة بقول لك حيوان يجر عربة اللي هي كرات عندنا. أنا بخاف من الحصان والله يكرمكم الحمار في الشارع أكثر من السيارات، خلاص بتلاقيني ببعد هناك بروح. بضل بطلع عليه بصور انه لو هاش او قطع الحبل ممكن يأذي، فبتلاقيني بمشي من بعيد وبطلع على الحصان او الله يكرمكم الحمار. ماشي، يا سلام يا صفاء بتقولها خفتي؟ لا ما خفتش. طبعا الشغلات، في ناس بتخاف من قطط، في ناس بتخافش، في ناس بتربي كلاب، بس هي يعني مثلا الاسد بخوف، الذئب بخوف، التعبان بخوف. بتذكر في إحدى الشتويات، بعرفش رغم يعني حالة نادرة، الآن التعابين، التعبان بطلعش في الشتاء، ضل في الجحر، بطلع في الصيف. يومها ماخذة بنت أختي صغيرة كانت، وبنتمشى إحنا في الشجرات، طلع تعبانين، يا ريت واحد، تعبانين، واحد أصفر وواحد أحمر، الأصفر من أخطر أنواع التعابين، من حاجة إيش ننقذ الإنسان. بعرفش مرة أنا في لمح يعني يومها طلعوا أنا وياها، كانت هي صغيرة، في لمح البصر وصلت البيت، ما أعرفش كيف وصلت البيت وهي معاي، ما سبتهاش يومها. فراحوا الأهل اكتشفوا الموضوع، فهم استغربوا هي كيف التعبين طالعة في الشتاء. فسبحان الله، هي قصة التعبين. طبعا الخوف بخليك تتصرفي بعدين لما تقعدي وتهدي بتستغرب أنت كيف تصرفتي هيك. طبعا التصرف بيكون بالعاطفة مش بالعقل، العاطفة هي بتتصرف في لحظة الخوف يعني مش العقل، العقل فيه تردد بس العاطفة أقوى من العقل. كيف بتخاف من البسة بتخافيش من الكلاب يا ميرال؟ عادي بتصير. لا هو العقل مش بالشنج، سبحان الله ربنا خلقنا هيك في لحظة الخوف. يعني انت ماشية في الطريق مثلا شفت طفل عمره 3 سنين وسيارة بترجع لورا عامل ريفيرس ماشي، فعطول انت بتجري بتاخديه، لما جريتي اخذتيه انت ما فكرتيش تروحي ولا ما تروحيش، طب انا ما بعرفوش، طب وانا مالي، انت هذا العقل. لكن لما رقدتي وخطفتي من تحت السياره هذه العاطفه، فالعاطفه اقل من العقل. يعني لو واحد لقى لا سمح الله حريق وفي طفل بدخل بطلع الطفل، هذه عاطفته مش عقله، وعقله لا بنحرق بخاف استنى اكلم المطافي، بس العقل هو سبحان الله هذه نعمه من ربنا. انه مثلا قصة تانية، معلش بحكي لكم، سيبوا البسة خلاص يا جماعة. في الطالبة دعاء البسة داخلة من تحت رجليها الشقلة، بس كانت حتموت. الحمد لله على السلامة يا دعاء. بنت عمها كان راح توقع من البلكونة شدتها من غير ما تعرف. لهذا عاطفتك يا أنت. أنا واحدة من الناس يعني زمان قبل ما تنولدوا أو يمكن كنتوا مولودين في 2005 تعرضت لحادث غرق في البحر. البحر هيك غلب على فكرة،
فمن يومها بدخلش البحر أنا، خلص بضل واقفة على الشط، يعني بروح نازلة صورة لك أنه ما كنتش أدخل بحر. ففي مرة، شوفي كيف العاطفة هي اللي بتدخل بتحكم في اللحظة هذه. أختي كانت حامل 9 شهور وعندها بنت مشاغبة اسمها رهف كان عمرها 2 سنين. هم نازلين لسه نازلين يا دوب وقفت السيارة ونازلين على الشط، كانت رهف في المية. طبعا طفل 2 سنين بكون صغير، على طول الموجة خدها ودخلها لجوا. أنا بعرفش كيف يومها ركضت على الشط، بعرفش كيف ركضت ودخلت في المية وراها، رغم إني أنا ما بدخلش المية. وفي شباب شافوا الموقف لحقونا حرام، البنت خلاص أخذها البحر لجوا، وعشانها صغيرة بتكون تحت يعني مش هتقدر تتنفس، ولحقونا الشباب ماشي. فأنا وصلت جوا المية يعني جوا جوا، ودورت لها وطلعتها من تحت ورفعتها لفوق وعشان تتنفس. كان لسه أول كلام، عارفين شو بتقول لي؟ خالته المية مالحة. طبعا هي لما قالت خالته المية مالحة معناها لسه إيش عايشة منيحة، واخدوها مني الشباب وطلعوها على الشط ولحقتها أنا. لما حطيتها في حضني وقعدت احكي لها ليش يا خالتي واخوفها، تذكرت لحظه ان انا ما بدخلش الميه. انا ما بحبش الميه ماشي. فالتصرف العاطفه مش العقل، للعقل لا انا خايفه يلا نصرخ يلا نجيب الناس يساعدونا، بس العاطفه هي اللي حكمت. واضح يا جماعه؟ الان بدي اطلع من القاعه ونرجع نجيب نسمع شرح نظريه ذات العاملين مع الطالبه حليمه، بس ما يطلعكوش بس ولا أسد في اللحظات هذه.